برعاية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وتحت شعار المرأة الجنوبية صانعة التغيير، نظمت اللجنة العليا للمرأة الجنوبية الحفل الخطابي الفني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام. ندعو من هنا وبهذا اليوم إلى الاهتمام بالمرأة وإبراز دورها الفعال في أي مفاوضات قادمة. إذ نتمنى أن يكون للمرأة الجنوبية النصيب في كل المجالات. الجنوب بنسائه يشهد له التاريخ بأن هناك نساء تستحق أن تحتفل بهذه اليوم، وطبعا نحن نؤكد دائما بأن احنا كجيل امتداد للأجيال السابقة بأننا سنكون لنا هذا التاريخ، وسنكتب بدماءنا بأن تاريخ المرأة الجنوبية سيعاد من خلال استعادة دولة جنوبية كاملة السيادة بإذن الله. الحفل الخطابي الفني احتوى على فقرات فنية غنائية وطنية وتقديم عروض منوعة قدمها مجموعة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تقديم الورود لعدد من نساء الجنوب المشاركات بالحفل ورفع أعلام الجنوب لإثبات الهوية الجنوبية. سعيدة اليوم تواجدي في يوم المرأة العالمي بالذات في العاصمة عدن. هذا اليوم يعني لنا الكثير، نتمنى في هذا اليوم أن تستعيد المرأة الجنوبية مكانتها وتتصدر دورها الريادي مرة أخرى. المرأة الجنوبية أثبتت حضور قوي جدا جدا جدا، ويحق لها الاحتفال وبكل فخر بهذا اليوم. وبإذن الله من خلال هذه الأعمال ومن خلال هذه الأنشطة ومن خلال الدعم والقيادة السخي للمرأة، أكيد ستعود المرأة إلى ما كانت عليه وأجمل من قبل. المجلس الانتقالي منذ تأسيسه ينظم هذه المناسبة، وتتزامن هذا العام بالذات هو تأسيس اللجنة العليا لشؤون المرأة، وذلك إيمانا بالمرأة. شهد الحفل حضور عدد من قيادات هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي المختلفة وممثلي المنظمات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات، وجمع غفير من النساء الجنوبيات من مختلف محافظات الجنوب. يحرص المجلس الانتقالي الجنوبي على إحياء مثل هكذا مناسبات ليؤكد دعمه للمرأة الجنوبية في المشاركة في جميع المجالات. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق عدن.